طيب سؤال بقى معلش يعني ألح عليا دلوقتي. اتفضل. لو كان الدكتور عمرو عبد الحق رئيسا لنادي النصر سنة 71 وعنده موهبة كروية فذة في قيمة الكابتن محمود الخطيب، سيبك بقى من القيمة السلوكية والأخلاقية، وطبعا دي يعني مع الأيام والشخصية القيادية، كنت ممكن تستغنى عنه؟ اكيد طبعا. ما هو ده فكر النادي من ساعه ما ابتدى الكوره، لان النادي كان كوره بس. ان رايح الاهلي، رايح سي مثلا اي نادي تاني، ما كانوش بيقفوا في طريق حد. وكان تمام زمان، كان يعني 500 جنيه ده مبلغ كبير جدا ان يمشي يروح النادي الاهلي، او 20 كوره زي ما كان بيحصل قبل ما ناجي. يمكن لحد ما انا جيت النادي كان اعلى لعيب بيتباع ب 20 25000. انا اول ما جيت في 2007 اول لعيب بعته بمليون جنيه، بعته مرتين اللعيب ده. يعني ساعات ببيع طيب ناشئ. احنا جبنا صوره الاستغناء بتاعت الكابتن محمود الخطيب سنه كام؟ 71 سنه. انا مش شايف طبعا الشاشه. 17/6/71 تمام. فيعني طبعا ده كانت هديه كبيرة جدا 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 من نادي النصر للنادي الأهلي، ويعني هذه الهدية يعني وهو لحد الآن النادي النصر معروف قبل ما يطلع للدوري الممتاز وقبل ما الناس تشوفه، معروف إن هو اللي خرج محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب فلا هو التارجت كان ان النادي يقدم نشاط كوره زمان يعني، واللي بيجي له فرصه كويسه بيتباع. يعني زي حتى زمايلي سيد عيد وكفته اتباع للاهلي بتقريبا كان 25000 جنيه. هو محمد عبد الفتاح كفته طبعا نجم النادي، ونجم هو اللي ماسك قطاع الناشئين دلوقتي، هو مدير الكوره. هو مدير الكوره سيد عيد هو اللي ماسك المدير الفني من ساعه ما انا جيت برضه من 2007. هنتكلم على كابتن سيد عيد لان هو اطول